صباح الخير وجمعة مباركة عليكم. النهاردة هنعمل طاجن الفول الجميل ده، بما ان احنا بقى يوم الجمعة، ويوم الجمعة دايما بيحب لمة العيلة، وزي اي اسرة مصرية اسرة عربية بنعمل الفول يوم الجمعة. النهاردة هعمل الفول بطريقة مختلفة، وكمان هنعمل معاها العيش الشامي في البيت علشان ما تضطريش تنزلي تشتري اي حاجة من برة. فرحي ولادك بقى ويصحوا كده يوم الجمعة على صورة الكهف بصوت واطي، وعلى ريحة المخبوزات، على ريحة العيش الجميلة، وكمان اعملي لهم الفول بالخلطة دي. ربنا دايما يحسن ما بين ايديكي ويجمعكوا انت واسرتك دايما على خير. لايك وشير، ولو اول مره تشوف القناه دوسي اشتراك، وتعالي نسمي الله ونبدا الوصفه. عشان نعمل الفول محتاجين بصله كبيره مقطعه مكعبات، واتنين طماطم، وفلفل بارد او حامي حسب الرغبه، وكمان ثوم. اول حاجه سخنت هنا زيت، حطيته على طاسه بنار متوسطه، وحطيت البصل عليها علشان يتشوح، وهتفضلي بقى تقلبي فيه. انا مش عايزاه ان هو يتحرق او ياخد لون جامد، عايزاه بس ان هو يدبل او لونه يصفر، واول ما يظهر الريحه بتاعته هننزل عليه على طول بالثوم. بصي بقى هو ابتدى كده يغير لونه، فضلت اقلب فيه علشان ياخدش معايا لون قوي، انا عايزاه ياخد لون كويس بس. بعد كده نزلت عليه بالثوم، مستخدمه فصين كبار من الثوم المفرومين، وفضلت اقلب فيهم لحد بس ما شميت الريحه الحلوه بتاعه الثوم، ولونه ابتدى يتغير يبقى مصفر بسيط. برضو زي البصل مش عايزاه ان هو ياخد لون قوي عشان ما يبقاش طعمه محروق او لونه يتغير جامد، عايزاه بس ان هو مجرد ما يطلع الريحه الحلوه بتاعته يبقى كده تمام. بعد كده نزلت عليه بالفلفل، استخدمت قرنين فلفل بارد وواحد حامي، وتقدري تستغني عنهم وتستخدمي فلفل رومي لو انت مش حابه الفلفل الحامي. بعد كده نزلت عليهم بالطماطم المقطعه مكعبات، استخدمت طماطم حمراء وجامده، ما استخدمتش فيها ميه عشان هي لسه هتنزل ميتها، وفضلت اقلب فيهم لحد بقى ما لونهم دبل زي كده ما انت شايفه. ونزلت بقى بالبهارات اللي هي ملح وفلفل اسود وشطه، وكمان كزبره معلقه صغيره، وكمان ضفت معلقه من الصلصه، وقلبتهم كويس وسبتهم بقى لمده 10 دقائق ان هو يستوي مع بعض. بعد كده ابتديت احضر العيش. عندي هنا اهوت 3 كوبايات وربع من الدقيق، او بالظبط نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه صغيره من السكر، وذره من الملح، وقلبت كل المكونات الجافه كده مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من الحليب الدافي، وهيكون جنبي كوبايه من الميه الدافيه علشان العجن. ابتديت بقى ان انا اقلب كده اللبن مع المكونات الجافه، وبعد كده هبتدي اللي انا اعجنهم كويس بالميه. وطبعا كوبايه الميه مش هستخدمها كلها، دي بتختلف حسب نوع دي. انا هنا استخدمت نص كوبايه الميه، تقدري بقى ان انت هتستخدميها اقل منها او كمان ممكن اكتر منها بشويه حسب بقى الدقيق هيشربه ولا لا، لكن المكونات الجافه هي ثابته معاكي، وكمان كوبايه الحليب. الميه بقى بتتغير حسب نوع الدقيق. فضلت اعجن فيها كويس جدا، وكمان ضفت لها معلقتين من الزيت لحد ما العجينه لمت معايا. بصي بقى العجينه طريه ازاي ومش ملزقه. حطيت بقى شويه زيت من فوق ومن تحت، وسبتها تترتاح او تتخمر لمده 10 دقائق، وابتديت اللي انا اقطع العجينه كده معايا طويله، وقسمتها لجزئين عشان اعرف اتعامل معاها. خلي بالك احنا هنا العجينه مش هتخمر كتير، مجرد 10 دقائق بس، ده غير العيش الفينو، العيش الشامي مش محتاج اكتر ان هو يخمر مده 10 دقائق. قطعت العيش هنا معايا حوالي 30 جرام او 40 جرام عشان يطلع معايا الرغيف متوسط او صغير، وابتديت اللي انا اقطعه والف كده زي ما انت شايفه جزء العيش، اخدته كده لفيته كورة ولفيته مع بعض، وبعد كده حطيته طبعا ان هو يخمر، وغطيته بفوطة نظيفة. وانا هنا مش هسيبه يخمر كتير برضو، يعني مجرد ما اكون اخدت اخر لقمة هيكون معايا اول حاجة خمرة زي ما انت شايفة كده. مجرد ما خلصت كل الكمية اللي عندي، كورتها وجهزتها انها تخمر، ابتديت اللي انا اشتغل في اول واحد كان خبر معايا. ليه؟ انا مش عايزة العيش الشامي يخمر جامد علشان ما تطلعش ريحة الخميرة فيه قوية ويفرول معاكي بعد كده لو قعد. احنا عايزين ان احنا نعمله مثلا بالاسبوع ويقعد معاكي ينفعك بعد كده في الفريزر، فعشان كده مش هنخمره جامد، مجرد 10 دقايق ينتفخ معايا بس. بعد كده ابتديت اللي انا افرده، حطيت شويه دقيق، حاجه دقيق بسيطه جدا على الرخامه علشان ما يقشفش معاكي، او ان هو يعمل دقيق كده من فوق وانت بتشتغلي فيه، مجرد بس رشه بسيطه على الرخامه وهتفرديه. بصي بقى الرغيف عامل ازاي، ما شاء الله سمكه حلو جدا، يعني حوالي كده سنتي واحد بس، مش عايزاه تخين ولا رفيع. بعد كده جبت الطاسه حاميه على النار، ما حطيتش عليها اي اضافات خالص، بس مجرد سخنتها على النار وخليت النار متوسطه، وحطيت العيش وما قلبتوش او اي حاجه. بصي بقى زي ما انت شايفه كده، مجرد ما حطيته على النار ابتدى ان هو يقب معايا ما شاء الله. عايزه اقول لك النص كيلو عمل معايا بالظبط 20 رغيف،
لطيف، وكلهم الحمد لله ارتفعوا معايا وما فيش حاجه سقطت او كده. زي ما انت شايفه ابتدى ان هو يرتفع معايا. فعندك طريقتين عشان يبتدي ان هو يرتفع معاكي، الا انت هتسيب الرغيف على النار وهو مع نفسه هيرتفع في خلال كده 3 او 4 دقائق، او ان انت تفضلي تقلبيه وتحركيه كتير جدا في الطاسه علشان الرغيف ياخد سخونيه الطاسه من جميع الاتجاهات. وانا شايفه ان الطريقه الثانيه هي افضل، ان احنا نفضل نحرك كده في الرغيف طول ما احنا بنشتغل فيه كده علشان ياخد كل سخونيه الطاسه، او زي ما قلت لك ان انت هتسيبيه مكانه زي ما هو وهو هيرتفع مع نفسه مجرد 3 او 4 دقائق. عايزه اقول لك ما شاء الله الوصفه ناجحه جدا لو التزمتي بالمقادير، وهينتفخ معاكي كل العيش ان شاء الله، هتعملي احلى 20 رغيف بالنص كيلو وكلهم هيطلعوا معاكي مظبوطين. بصي بقى انا اهوت اهو انتفخ معايا مجرد 3 او 4 دقايق ابتدى ان هو يالا. بعد كده هتقلبيه بهدوء على الناحيه الثانيه عشان ياخد لون برده من تحت. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، عايزه اقول لك ريحته تحفه وطالع بقى طبعا سخن، والفول كان ابتدى ان هو يستوي علشان تخلصي العيش ويكون الفول جاهز معاكي. خلصت بقى هنا كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، وجا في الاخر بقى لو كان نزل شويه دقيق في الطاسه ابتدت انها تعمل لون اسود او كده، تقدري تمسحيها كده بمنديل نظيف وتشتغلي بيها تاني عادي. اهو ده اخر رغيف كان معايا، فالطاسه هنا اسودت شويه. بعد كده اخلت الفول وحطيته بقى في طاجن عشان اقدمه ويكون كده شكله كويس ويفتح النفس. زي ما انت شايفه العيش مستوي جدا من جوه، تقدري بقى تعملي بيه سندوتشات، واولادك بجد هينبسطوا جدا من الوصفه دي. لو الوصفه عجبتك النهارده ما تنسينيش في اللايك والشير، واكتبي لي تعليق محفز، واستنيني في فيديو تاني ان شاء الله.